يعني اوتوماتيك ملي كيسمع مريض مرض السرطان انه فيه سرطان اذا اوتوماتيك تحيل الى الموت، ماشي دائما تحيل الى الموت. لا، شنو هو السرطان؟ علاش انا جاني الروح غادي نموت؟ شنو هو السرطان؟ حتى هو مرض بالسطحات سهل، مرض في الدماغ ولا في الصدر، كل واحد فين كيجي هذا السرطان نحاول نعالجو ونكون موتيفي دائما، توجور لا موتيفاسيون، الايمان بالله. حققت نسبه النجاح وما نهزمتش، يعني اي حاجه كيجي عندي الدكتور في الصباح كيلقاني ضحكه، كيجي عندي كيقول لي اش كديري، كنقول له كنراجع، كاع عندي بي سي ديالي، عندي الكتبه ديالي، كنت كندير البحث ديالي ديال الاجازه في الاسيس، كنجي كنحضر محاضرات، كنمشي كنجي، كنقول له عافاك، كيجي الدكتور كنقربو فحال شي دري صغير، عافاك عافاك بودي سالير نو بودو سينتراكي، كنقول له ما نقدرش نجلس هنايا، كيرو سالير بور فابور، الا بغيتيني نكون انا مزيانه نخرج من السبيطار. انا كنعيش الحياه اللي غادي تفرحني انا، حيت الناس ديما تيهضروا كنتي بشعرك، كنتي بلا شعر، كنتي مغطي، كنتي عريان، ديما الناس كتبقى تهضر، ولهذا انا حاولت نحب راسي براسي، ما خليت شي واحد عادي يتعاطف معايا اولا يحبني اولا كذا ولا يقبل عليا بهذا المنظر. انا قبلت على راسي وتقبلت الوضعيه ديالي وبخير مزيان الحمد لله، ما يعني ما سببت لي حتى شي اشكال حتى شي عائق، الحمد لله كان كلشي مزيان.